وهلا حديث البلد مع ديانا حداد. حديث البلد اشتقنا لك، اللبنانية اشتقوا لك، البلد اشتق لك كثير. وانا مش غايبة، انا موجودة معكم دائما، يعني حتى اللي حواليك يعني الناس اللي بتعرفك اشتقت لك لانك ما عم بتطلي كثير، فجاي وجاي جمهور معك على حديث البلد. أول شيء نحن مبلشين هالموسم مع الأستاذ الكبير فوزي أبو لوزي. فوزي أبو لوزي يعني وهو يعني من حكم خبرته بالفن عم بيقعد وعم يعطي رأيه بالفنانين اللي عم بيكونوا حاضرين معنا، وما عنده أي مشكل بقصة المنافسة طبعا. يعني أكيد ما في شك، قلبه كبير يعني صراحة. حبينا يكون في تعاون نحن والست ديانا، بس ما قبلت فوزي أبو لوزي بديو معه بأغنية اسمها حبيبي جوعان. اعترضت على اسم الغنية، قال ما حب. ليش؟ انه جوعان يعني حسيتها شوي ركيكة. يعني اذا مثلا حبيبي عطشان او حبيبي مثلا زعلان مثلا، بدنا شيء جديد. هلا عطشان مارقة كثير، جوعان معبرة كمان، يعني معبرة اكثر. المهم حيث مبدا موافقة او التفاصيل مبدئيا، التفاصيل بترجع هيدي بتعملوا لها فاين تونينج سوا. واكيد الصوت يعني صوت عظيم يعني اليوم. ما فينا اكيد، عشان هيك عاملين سبيكر اليوم. طبعا بهنيك على الديكور، الف مبروك على الديكور الجديد، كثير حلو، بيحلى بوجودكم. ديانا حداد، انت فنانة لبنانية ومن أشهر المطربات على الساحة العربية وخاصة باللون الخليجي، اللي حققت فيه نجاح باهر جدا، حصدت عدد كبير من الجوائز، كان آخرها وللمرة الثانية وسام أكثر شخصية فنية مؤثرة بالعالم لسنة 2014 عن فئة الفن والموسيقى السينما والمسرح من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو جائزة ميديتال موروكو ميوزك أوردز فئة الأغنية العصرية عن أغنيتك المغربية الفرنسية لافيستا اللي أصدرتيها بال 2014، برصيدك الفني 15 ألبوم كان آخرها يا بشر اللي أطلقتيه من فترة قصيرة، وأنت معنا الليلة لنحكي أكثر عن هالعمل. حبيبتي ديانا، أسماء أغاني الألبوم غريبة شوي، يعني بنسمع الأرض غنت ميجنا ومقلب وطوافة، يعني عم نقول هليكوبتر مثلا حبيبي جوعان. انا سمعت بالصحافه كاتبين انه اغنيه طوافه كان بدها تسميها الجرافه، بس قال ما مزبط. لا لا لا، انا بحب كل شيء بيطير. بس الجرافه قال كانت مميزه اكثر وبتعطي مثل هيك امباكت، يعني ما فرقت كثير طوافه جرافه، نفس الايف يعني. نقول انه هي الصحافه الصفر عم تتدخل بطريقه هاي بدايه. هلا كبدايه هلا بلشنا بالهليكوبتر، هلا لوين بنوصل؟ جوعان، جرافه. لا هو بحب دائما بلش هيك، عرفتي؟ بحب الاسامي يكونوا هيك لافتين لانه هن بشدوا بس الطوافة حلوة، يعني انك تطوف فيها وعرفت يعني في الملالة كمان. في الملالة كمان. ديانا قبل ما نكمل قبل الملالة قبل الملالة، خلينا نسمع سوا هيتات من ألبوماتك السابقة بالإضافة لأغاني من عملك الجديد بهالميوزك ستوري، شو رأيك؟ أكيد. ويلي بحبه يا بشر شاطر شاطر تكني بالمية مخدودة عند الحرية، لو شو ما صار أنا ربوني أمي وبي، عصور يا حياتي نصيب اللي بحبه بشيله بعيني وبمشي عالنار، نسوان الفرن اللي ببالك على بعض بيحكوا كرمالك، نسوان الفرن اللي ببالك على بعض بيحكوا كرمالك، نسوان الحارة بالحارة الجارة عم تحكي عجارة، نسوان
والله لبعت طوافة مهما طول المسافة مهما مهم تكون مركبة صواريخ أرض جو أو جو أرض يعني هلا أنت شكلك بتحب كل شيء أرضي إيه بحب أنا بحب كل شيء بطير بحب كل شيء حربجي وهيك يعني حربجي صح بس كل غنية أحلى من الثاني من عن جد إيه كل واحد بيقول هاي أحلى لا هاي أحلى تسلم عن جد عن جد حتى الجديد بحس حاله الواحد إنه سمعهم من زمان يعني دغري بيلقطهم الحمد لله سمع بس لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة أشرت لك يلا عن قريب قلتي لي أبدا حرمنا فال الله ولا فال ليه 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 لا خلص مكتفية الحمد لله يعني ولو بنيتي موجودة أحزنا هلا عجبك شو بدنا نعمل كنا عم نسن سنين وقفت كان عم بيظبط اموره شاب مش مجوز؟ لا شبح ليوه افندي وقميصه تفتح عم ننادي فيها بالجرايد وبده يقول لك اذا بتروحي مشوار وهيك دغري لا يا عمي نحن مشاوير بطلنا نروح قاعدين بالبيت ومرتاحين خلص نتعاون لكان بالفن اكثر من فنيا خليها بلش فنيا انت جرب فنيا بالاول وشوي شوي كمان ليش عم تحرق المراحل وبعده صغير اسم الله شاب اول عمره ليش لا ليش لا هلا ليش لا يعني ما فيني اقول لك شو بس انه بالنسبه لي قناعتي انه خلص يعني
عشت فترة ومرحلة الحمد لله. نعم. وعندي بناتي اسم الله هن. الله يخلي لك إياهم. حبيبتي خلي لك ولادك. يعني مليان حياتي وبالفترة الحالية إنه تركيزي أكثر على شغلي. يعني اللي بيعملها مرة ما بيعملها مرة ثانية. بعرف أنا بالنسبة لإلي إيه. بس يمكن يجي شخص يغير لك رأيك. هلا تيجي هذا موضوع ثاني بس أنت شو قناعتك وشو مدى تقبلك للفكرة؟ صح. بالنسبة لإلي مش وارد هذا الشيء حاليا. يعني بفضل انه بتعرف الرجال كمان شوي بيكتموا على النفس يعني بشكل عام. صح. اذا عدت غيرتي فكرك يعني ما تنسي يعني على فكره انا عم بمزح اكيد. لا بس اكيد عن تجربتي بفضل انه بالفتره الحاليه اكيد بناتي بالدرجه الاولى وشغلي اكيد فما عندي وقت يعني انه بين ايدينا الليله سيدي يا بشر يا بشر ألبوم جديد لديانا حداد إنتاج وتوزيع شركة روتانا بضم 14 أغنية منوعة بين اللهجة اللبنانية الخليجية والعراقية تم التعاون فيه مع مجموعة كبيرة من أهم شعراء وملحني وموزعي الوطن العربي حالياً بالأسواق ديانا ديانا بالحديث عن الكليبات أطلقت مؤخراً وبعدسة فادي حداد كليب أغنيتك الخليجية الرومانسية حفلة حب حفلة حب كلمات الوسام ألحان باسل العزيز وتوزيع زيد نديم. طب خلينا نشوف سوا حفلة حب شو رأيك؟ يلا يسلم بلاير باسم الله حلوة منك قالت أحبك ديانا هيك سمعنا انه في فكره ما بعرف قديش رح تتحقق انه معقول تجمعي اربع اغاني لبنانيه من الالبوم بكليب واحد مين خبرك اول شيء؟ العصفوره ليلي شو شاطره هالعصفوره وطول الخبرين هلا طبعا يعني انا بتمنى اكيد صور كميه كبيره من الاغاني اللبنانيه لانه كان دائما في لوم على ديانا او عتب انه ديانا حداد ما عم بتصوري او ما عم بيكون في اغاني لبنانيه بالعكس في اغاني لبنانيه بس للاسف انه ما عم صور الكميه الكبيره من الاغنيات اللي عم نزلها بكل البوم وهي الصوره اليوم بتعطي انتشار طبعا بتعطي. عصر التلفزيون صح. ما فينا ننكر هالشيء ف يعني كان في نوع من الافكار انه ندمج اكثر من اغنيه لبنانيه بالالبوم لقيتي موضوع موجود انا ما كان قصدي يعني هيك عم بسال هي عندها شرد بايدها هيك عم قصدها غير مطرح يمكن ما في شيء بدلت لهم ولو وهل يخفى القمر؟ ان شاء الله يلا كمان بنتفاوض عليها صار في كذا شغله بدنا نتفاوض عليها مشروعين ثلاثه بس انا بدي اسالك عن هذول اللي قدامك يعني هيك حبي اعرف هيك شوي فضول لا اللي كانوا قصدي ماشي لا هدول خواطر 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 بيكتبوا لخطيبته خواصر خواصر ديانا على حسابك على تويتر نشرتي صوره من جلسه تصوير كواليس حفله حب كنت فيها بفستان ازرق واجى عليها كثير اطراءات وقالوا انك كنت مثيره جدا بهالفستان مع انه ما بين اي شيء من جسمك بس انه مثل ما بيقولوا لابسك لبس على كل حال غردتي على تويتر وقلتي لمعلوماتكم الصوره بلا فوتوشوب بس قولوا ما شاء الله صح نحن رح نقول ما شاء الله بالصوره وبالحقيقه كمان يا حبيبي بس هلا في سوفت مش احلى منك مش احلى منك اسم الله اسم الله هلا في سوفت وير غير الفوتوشوب عم بيعمل شغل مثل الفوتوشوب واحسن كيف هو؟
له اسم معين مش حافظه هلا، بس عم بقول انه عم بيعمل تبديع هلا انه جبتوا سيره الفوتوشوب. ما بدي اقول انه عم نستعمل غير شيء، بس بذكركم انه في اشي غير الفوتوشوب. تمام. بتحلي بتحلي شو بتعمل مثلا؟ بتطول شعر بتطلع شعر بتطلع شعر صح؟ بتنحف بتضعف بتجمل. طب هلا بتجمل الصوت. على كل حال توت كتب مش مهم الفوتوشوب، مهم السوتوشوب. مع انه في هلا في افكت كمان موجود بالاستديوهات، يعني كل شيء بينحط على الصوت واوتوتيون وميلوداين وبغير كل شيء. صح. على كل حال انت منك بحاجه، انت منك بحاجه لهيدا الشيء ابدا. ديانا عرفنا انه قريبا رح تصوري كليب لاغنيه يا بشر اللي هي عنوان الالبوم، وانك صورتي اغنيه الارض غنت ميجانا وراح تخصي حديث البلد بصور من هالكليب عم نشوفهم سوا. مهضوم كثير. وين صورته؟ هيدا بمنطقة اسمها عميق بالبقاع. بالبقاع منطقة حلوة، منطقة كثير حلوة. وطبعا فادي حديت كمان إخراج. نحن وعم نحكي رح نضلنا عم نشوف سواء مهضوم كثير الشادو واللايت اللي فايتين من الشابو هاي. ايه شو قصتها؟ هيدي حسب ما قالوا لي انه عمرها 100 سنة يمكن. ايه شابو ومنتفة، عرفت يعني جايبين اياها انه مبينه انه قديمه. فحبيت الفكره، وهلا لازم تحكي للناس لحتى تعرف شو عرفتي انه شو يعني. هيدي ابصر لمين كانت؟ لاي سيده؟ لأي ابصر مين؟ صح. باي عصر؟ باي يعني فيها هيك بتحسي بيكون فيها هيك نوع من الحشريه، الواحد بده يعرف او يتخيل يعني على مين لبس مين لبسها. صح. ديانا انت الثالثه بعيله مؤلفه من 5 اولاد. سنه ال 95 تزوجت من المخرج الاماراتي سهيل العبدول، وانجبت منه صوفي بال 96 وميرا بال 2007 قبل ما يتم الانفصال بيناتكم. كيف علاقتك اليوم بميرا وصوفي؟ احلى علاقه. يعني بحسهم اصحابي، بحسهم اخواتي، بحسهم كل شيء بعمله بحياتي لإلهم. عرفتوا كثير قرب مني. يعني هلا من غير شر انا غيبه صار يومين، بحس كانه فتره طويله كثير معلقين فيي. ما انه يعني الله يطول بعمره. او كان فاقدين لك مثل ما انت فاقدتي له؟ اكيد انا بحس بهالشيء، بعرف من اتصالاتهم من لانه هيدي العصفوره اللي خبرتني قبل شوي اخبار، جبت لي رساله كمان موجهه لإلك. رساله؟ رساله شو هي؟ ما بعرف، افتحيها. مكتوب ميراز دروينج. ميراز دروينج اكيد. وقري لنا شو. الله يستر الله يستر. شو فيه؟ شو مكتوب فيها؟ شي رساله هيك طعمته. رساله عن جد. برافو عليك، كيف عرفت؟ لك بحظ يا حبيبتي. هدول هي ميرا بترسمهم طبعا. يعني شو بخبرك عن جد، ميرا حبيبه قلبي. إذا بيقطع نهار ما بترسم لي أو ما بتعمل لي أشياء هيك تحس إنه في شيء ناقص. بتعبر. إيه كثير. يعني أنا عندي اثنين من غير شر، صوفي ما بتعبر نهائياً، وميرا العكس تماماً. يعني كثير بتعبر وكثير اجتماعية وبتحب عرفتي. وأحياناً مثلاً كتبت لي I love you mom. My mom is the best word. The word is my mom. My mom. I love you mom. From ميرا. أمي أفضل أم. وأمي هي العالم. هي العالم، هي العالم بالنسبة لإلي. وعلى الرسالة الثانية ورسمت لي بيت ورا. طبعا بيقولوا لك فن الرسم بيلعب دور بشخصية الإنسان. يعني صح. قد ايه سيكولوجيا يعني بعبر مثلا حسب الرسمة، اللون اللي بتستخدمه. هيدي أنت مفروض حد البيت. إيه ولبسي أحمر طبعا. حبيبتي. وبالصورة الثانية From Mira al-Abdul to Diana Haddad, I love my family, most my mom and dad. Don't go to Lebanon. زعلانة لأنك تركتيها بهالفترة. معلش ميرا، جاي فترة صغيرة وراجعة. لا ورسمت لي العالم. العالم. You are in my heart every day. وحطيت لك سبوت تحت بالعالم انه هيدا بيتكم او حبيبتي. شو كاتبت لك بالسبوت الخضراء اللي على الكره الارضيه؟ هاي مي اند يو توجذر. توجذر هيدا السبوت الخاصه فيكم. اي اي لاف ماي فاميلي. يا عمري
ديانا بعد ما نشرت صورة بنتك الكبيرة صوفي مؤخراً على إنستغرام علقت الصحافة إنه جمالها بفوق جمالك. يمكن هيدا الكومبليمان الوحيد اللي الأم تنبسط فيه. طبعاً أكيد. أكيد. صحيح بقولوا يعني إذا بقولوا أختك أحلى منك بتضل في قرصة هيك، وإذا بقولوا بنتك أحلى منك حبيبتي بتجنن اسم الله عليها، مش لأنه بنتي طبعاً أكيد وبشوف حالي فيها وبنبسط إنه نحن أصحاب على فكرة كتير أنا وياها وكتير وهي اليوم اختارت لي لبسي باي ذا واي يعني هي قالت لي ماما بتطلعي لأنه شوي ستايلها كلاسيك أنا رايحة شوي على سبور أكتر فقالت لي تلبسي الأوفرول وطريقة الميك أب والشعر بس ليش بس مزقه يعني عامله ستايلست قويه كثير برافو ليش رجعتي شلتي لها الصوره شلت لها الصوره بعد ما حكوا الصحافه شلتيها انت كثير عم تفهمني انا زعلانه منك انا سمعت عن الصوره جيت بدي اشوفها ما عم تفتح كنت عم فكر روح احضر المسرح بس خلص هلا قررت تراجعت طب لكن بعد لا لا بدك تعزمها ما انت اصلا بدك تعزمها على المسرحيه صحيح صحيح معزومين كلهم الا الاوقات لانه هلا وقتها بس مش باقي كثير بلبنان عم تقول بدها تسافر يمكن هلا بيني وبينك ايمتى المسرح هي كل خميس جمعة سبت كل خميس جمعة سبت بديونز بديونز سنتر ديون فيردان حد بيت مونا حد بيت مونا دغري حد البيت فإذا معزومي أنا وأنت من هلا أنا ما كنت هونيك ساكنة بس بلشوا هن يعملوا مسرحيات هونيك أنا فان نقلت لحد نقلت لحد صرنا نعرض حدا ما وقت ما عرفنا وين بيت أنا بعتبر حالي معزومي أنا معزومي هلا سنة الجاية معزومي ولا بدون زومي معزومي بدون شو بس انتوا بتنكتين احنا كمان ديانا بمجال في صداقه شبه معدومه او هكذا يقال احتفلت الاسبوع الماضي وبدبي بعيد ميلاد الفنانه احلام كان نوع من رد جميل لانها ردت لك التويتر الخاص فيك بعد ما تم قرصنته او في اشياء ثانيه بتجمعك باحلام وبتحبيها فيها لا لا بغض النظر عن يعني اكيد مع احترامي للكلام اللي قلتيه تكون صريحة شوي أنا يمكن صداقاتي خارج الوسط الفني يعني ما عندي كتير أنه الكلوز بس أكيد بتربطني يعني محبة وتواصل مع أم فاهد الفنانة نعم. أحلام أكيد وجه لها تحية نحن كمان من بداية من بداية أكيد دخولنا الساحة الفنية وهي بلشت قبلي كذلك الأمر نوال الزغبي أحلام عفوا رغب عليمي عندك عاصي الحلاني حسين الجسمي كلهم فنانين ماجد كبار مهندس يعني كلهم اكيد تربطنا صداقه بس مش الصداقه اللي نحن بنحكي عنها بالوقت الحالي نعم. يعني اذا بنجتمع بنجتمع بحفلات باعراس بسفرات بالمناسبات ايه يعني بتسائب ديانا حداد عندنا انترفيو اسئله سريعه لك مستعده اكيد مستعده انا ما خصني انت انا بدي اسمع عليك بس هيدي مش ديو زعبر انا هاي مش ديو هيدي مش ديو ديانا يا ديانا الله يسلمك اكثر شيء بخوفك اكثر شيء بخوفني انا ايماني بالله كثير كبير الحمد لله وبقول دائما لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس الموت يعني هذا الشيء عشته مع اقرب الناس لي وفاه امي وبي الله يرحمهم وما زلت بخاف منه لانك تفقدي انسان عزيز عليك شغله كثير صعبه بحياتك الله يرحمه امين يا رب بس الله اعطاني القوه والحمد لله ديانا انا بعرف انه وقت وفاه امك اضطريتي تكملي حفله قبل ما تنزلي على لبنان وكان هالشيء كثير صعب عليك صح او بوقتها الكل تعاطف تعاطف معك وماما الوالده بالذات قالت لك يعني الله يساعدها كيف يمكن طلعت تقول يا مايا يا مايا وهي خسرانه اما وهيدي كمان دليل قديش الفنان يعني بيمرق ب كثير له وفاء والتزام بده يكون انسان قد كلمته اكيد مع صح. جمهوره صح. احيانا بتطلع المسرح تكوني تعبانه بس صح ما فيك يعني أكثر كلمة بتحبيها؟ كلمة؟ كثير كلام والمرأة بتحب تسمع كثير كلمات حلوة وإطراءات هون قلتي له كلمة بحبك سمعتها منك وحسيتها لا بحب كلمة ماما ماما كتير. حلوة كتير. يمكن لأنه برجع بقول لك فقدت أمي بعمر صغير شوي فهيدي الكلمة شوي لما بسمعها من بناتي كثير بتعوضني عن أشياء عن جد أكثر شخص حبيتيه؟ أكثر من أمي وبيي؟ بناتي بس انه حبيته
إذا قلنا يعني شق الغرام الحب طبعاً أكيد زوجي، يعني أنا ما أخذت دائماً عندي قناعة يعني أي علاقة غير مبنية على الحب والاحترام ما بستمر. نعم. الدليل على هذا أنه استمرين 14 سنة. نعم. وكبرت بنتي اسم الله وصار يعني قدر الله وما شاء فعل أنه بتصير بكل الحالات وبكل المجتمعات أنه صار في انفصال. أكثر حلم بيراودك، حلم حلم تحلم فيه؟ أحلام، مش أحلام اليقظة، أحلام النوم كثير. شو في حلم هيك بتكرر؟ أحلام النوم؟ أنا للأسف ما بحلم كثير، بس إذا حلمت أحلامي بتتحقق دائما بقول لهم إياها وبيعرفوا، وما بحب أحكي عنها لأنه صار عندي كثير حوادث بحياتي وتفسرت، فما بحب أحكي عن أحلامي، بس دائما بحلم بأشياء وبتصير. هلا الليلة نحن عارفين سلف بشو رح تحلمي بهالتعاون المقبل وهالانطلاقة الانطلاقة الجديدة رح تكون لإلك يعني بالمسرحية ما تنسي والمسرحية بدنا رح نحضر أكيد. أنا بنسى هالنقطة بضل متذكرتها هي والله أنت عم تتناسى هالنقطة والله رح أدفع والله ما رح ندفع ما رح أنا ومنى لا 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 ليه لا وعدنا عزيمة ما رح ندفع أبدا أبدا شكله رح يتراجع رح ياخذ ورقه ويفلنا رح اقول له شغله رح يغطى قلبه هلا كلكم معزومين يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اكيد اكيد ديانا يعني لحقوا عزمنا مش رح يستثني الجمهور بس ما هي محجوزه على شي جمعتين ثلاثه يا عمي مش مشكل ديانا راجعه بعد شهر بعد شهر اي اول الشهر اللي بعده كلنا سوا بنلتقى ببردام بتجون هلا مش مظبطه مش مشكله بتسافروا مثلا بهالفتره كريستين عم بأشر لها عم بأشر لها راح قلبها بس لانه خايف ما تتفركش بالدرجه هون هي ايه وطالعه قلبي معها بس تامن انا وصلت للاخر ايه هو خايف علي عرفت والابيض قلت لي انت تحت الهواء الابيض ايه الابيض لذيذ كثير انا عندي مثله هذا الاوفرول هو ذاته بجرب البس بس مثلا عم بيطلع معي هيدي الفورم ايه بتطلع فيه عم بيطلع فيه تضاريس مش طبيعيه يعني اهم شيء ما يخطر لك شيء نهار تلبسه على حديث البلد لا 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 ايه خليك عم تجربه بالبيت قدام المرايه فوزي بلوز فوزي لا فوزي خليك شو مكتوب على كارتك اشتقت للفنانه سميره توفيق غني لها طبعا اول شيء بده وجه لها تحيه حب و بتحبيها كثير انت بالأسفل. انا بعشقها مش بحبها لانه يعني مع احترامي لكل الفنانين اكيد بحسها الانسانه مختلفه بكل اللي قدمته بالساحه الفنيه يعني مميزه عرفتي صح. وما اجى حدا يكمل هاللون الغنائي اللون اللهجه البدويه يعني ما بدي احكي عن نفسي بس الحمد لله انا بعتبر حالي متمرسه يعني. والحمد لله بشهاده الناس بلهجه البيضاء او اللهجه البدويه اللي بعتبرها امتدادا لهالسيده العظيمه وبوجه لها كل الحب والتقدير خلقت مدرسه وانا على تواصل يعني. على فكره معها دائما بحكي معه ودائما بتطمن عنا نحن لك بدنا نوجه لها تحيه كتير. على الهواء وتحيه من خلالك اكيد تحيه خاصه لها وبنقول لها انه بين العصر والمغرب مرات لما تخيالك مرات لما تخيالك وعرافة فرس وليفي لانها شقرة وميالة لانها شقرة وميالة ما تظني ما تكوني ضنينه علينا لا رح نغني بالآخر في عندنا جمهور عراقي اليوم مشوا معك دغري لانه هيدا فولكلور عراقي بحب مقطع بهالغنيه هوايا كلش كلش طب يلا غنوا معي يلا في 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 فيها كمان مقطع شفتها تمشي على رجلها هيدا مهضوم كثير شفتها يمشي على دجلها لابس حجلين برجلها لابس حجلين برجلها يا ربي موت رجلك حتى يبقى حلالي حتى يبقى حلالي
تقولي حجلين يعني هو الخلخال صح لابسه شفتها تمشي على دجله لابسه حجلين برجله لابس شفتها حجله على دجله لابس حجلين برجله اللي هي من الامراه للرجل شفته هو يعني شفته هو ايه لابس حجلين برجله فجله يا ربي يموت رجله لا مش فجله هو الرجال للمراه والله يمكن هلا خربطوني بطلنا نعرف فجله هو بتقول شفتها تمشي على رجلها على دجلة دجلة اللي هو نهر دجلة لابس حجلين برجلة حاطة خلخلين يا ربي يموت رجلة يا ربي يموت رجلة صح صح حتى تبقى صح في عجلة كمان مش في عجلة حجلة وفجلة عجلة وفجلة في عجلة في عجلة كمان يا الله يعني ديانا حداد نحن انبسطنا كثير بوجود فنانة كبيرة مثلك وعم تبيض اسم لبنان وين ما كانت بكل اللهجات بكل الأغاني حبيبي وبدنا نقول إنه أنت كريمة والجمهور بيستاهل وتاركتي لهم ورا الحلقة السداء الجديد الخاص فيك ففيهم يروحوا اليوم على البيت بالطوافة دغري طبعا هذا ألف شيء على فكرة أغاني حلوة هلا لما سمعناهم تذكرت من زمان كنا نسمعهم نطلبهم من الإذاعة بدنا أغاني طنط ديانا و طنط ديانا حسسني رمي حسسني عمري 100 سنة ضليت تقول عني رايق وهيدا قلت بالآخر خلص ما خلينا بس هيك يعني أنا على فكرة ما بيفرق عندي بقول عمري وراح أقوله هالمرة لأنه كثير بيجيني إنه يي هيدي وصلت ال50 وبعدها عم تغني راح أقولها شغلي أنا يمكن مش تبرير بس دائما انت بلشتي بال 17 خليني اقول 17 سنه تحب يعني احيانا تحط نقط على الحروف تكون واضحه قدام الراي العام بلشت عمري 17 سنه وانا دخلت استديو الفن كنت اصغر مشترك كان عمري 14 سنه وانجبت طفلتي كمان عمري 18 سنه فالناس خلص ما بيسترجعوا يعني بيرجعوا لورا ما بيفكروا انه انت بلشت صغير وهيك هلا عمري 38 سنة بعدني مبلشة الحمد لله عمرك 50 سنة قيمة وفنا وإبداعا واللي بيطلع فيك بيعرف انه ما عمرك أكثر من 30 سنة اللي بده يشوف غير هيك يا صفوة في شيء لإلي أنا قبل ما تفلي أنا شفتك هيك حاطة شيء حسيت إنه لإلي كم بدي يعني. آخر شيء عم مفاجأة بس يلا وهيك سبيسيال هيدا طبعا وبس لإلي هيدا هلا أكيد يا ريت لو بيجيبوا لنا واحد ثاني كمان اذا لانه ببلش يبكي يبكي بعد شوي ما فينا هلا بصير بناء كل بدنا الحلقه بدنا نحضر المسرحيه خلينا هلا نشوف اوكي طبعا الدنيا اخذوا عطا هيدا في اي بي ليمتد اديشن كثير حلو للناس اللي بحبهم اكيد واللي بحترمهم واكيد رح اكتب كلمه صغيره كثير مزوي لانه بحبك كثير وبهنيك عن جد على هالبرنامج الرائع بيحلى بوجودك كله رقي واحترام حطي تحتها ثلاث سطور بيشبهك زيانة نكتب هلا ولا اكتبي يلا عن جد حلو الكاد والمزوي كثير أخرنا لك الماما إذا كانت بدها ترجع وأخرناها بلبنان ما رح تطول كثير وإن الله راد رح تحضري هالحلقة معها طبعا أنا كتبت جريدة شكرا حبيبتي إن شاء الله ديانا حداد يعجبك ما تشي من ميرسي على كل الكلام الحلو على وجودك الحلو على فنك حبيبتي. الحلو حبيبتي. على أمل أنه نستضيفك عن قريب ميرسي كثير وهيدي هدية قيمة جدا متواضعة جدا جدا من إنتك. شكرا كثير حبيبتي وريتا حرب جوزيف خويك ونيكو